كل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. زي ما انتم متعودين بنكون معاكم وتغطيه خاصه للتدريبات الكواليس، وبيكون معانا كمان لقاءات مع عدد من نجوم من فريق النادي الاهلي. بنطمن على الحاله المعنويه، الحاله البدنيه، حاله الاصرار اللي احنا شايفينها مع لعيبه النادي الاهلي. لكن الحقيقه انا معايا طبعا يعني واحد من نجوم فريق النادي الاهلي، الجدعانه والشهامه والرجوله والاصرار، كل حاجه عايز تقولها هتقولها على نجمنا الكبير الكابتن سعد سمير، اللي برحب بيك في البدايه كابتن سعد. والحمد لله على السلامه، ان شاء الله هانت الفتره اللي جايه كده نشوفك من جديد بتتالق في المستطيل الاخضر ومع الفرقه ان شاء الله في بطوله افريقيا وفي بطوله الدوري العام. برحب بيك يا كريم، وبرحب بكل مشاهدي النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، وسعيد ان انا موجود معاكم النهارده في النادي الاهلي، واشكرك على الكلام الجميل ده. ببارك لك الاول في البدايه على التجديد، وهو ده يعني سمه اولاد النادي الاهلي سعد سمير على ما اعتقد 11 سنه في النادي الاهلي. التجديد ما بنحسش بيه، اولاد النادي الاهلي بيلهم تعامل خاص وتقدير خاص، لان عارفين قيمه تيشيرت النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء. بتكلم على الكواليس ماشيه ازاي، وقول لي طمنا كده وطمن كل جمهور النادي الاهلي يا كابتن سعد. والله الحمد لله، يعني زي ما انت بتقول 11 سنه في النادي الاهلي، يعني كل تجديد الحمد لله ما بتاخدش وقت، ما بتاخدش تفكير، انت بتبقى سعيد ومبسوط النادي الاهلي بيقول لك احنا بنفكر ان احنا نجدد لك او نزود لك سنين، فدي حاجه اكيد بتسعدك وبتشرفك، لان كل يوم في النادي الاهلي انا بقول دايما مش كلام شعارات او اي حاجه، كل يوم انت موجود في النادي الاهلي فده انت في نعمه كبيره جدا، حاول تحافظ عليها، بحاول ان انت تقدر تحافظ على مكانك ووجودك في النادي لحد على الاقل ما تبطل كوره، لان دي ده مكان مش هتلاقيه في اي حته، كيان كبير مش هتلاقيه موجود في اي حته، اسم كبير، عظمه وتاريخ النادي الاهلي من 1907 لحد دلوقتي تخلي اي حد يتشرف ان اسمه يبقى موجود جنب اسم النادي الاهلي، فده كلام احنا مؤمنين بيه او اللي متربي في النادي مؤمن بيه وعارفه كويس جدا. الحاجه الثانيه موضوع التجديد، يعني انا كنت كابتن سيد كلمني من فتره على موضوع العقد الجديد، عشان انا كنت كابتن سيد كان استاذني هو والمسؤولين يعني ان انا كنت هخرج بره القائمه علشان خاطر كهربا كان يتأيد بعد ما انا اتصبت في شهر يناير، فطبعا ما كانش فيه تفكير لان انت مصاب وهتقعد من 6 لـ9 شهور، فالاولى ان حد يستفيد بالمكان ده، هو ده برضو اللي اتعلمناه في النادي ان انت ما تفكرش في نفسك دايما، فكر في المصلحه وفكر في الفرقه. فطبعا بشكره، كنت بشكر الكابتن الخطيب علشان خاطر يعني الناس كانوا عايزين دعم معنوي وعايزين يحافظوا على معنوياتك وانت عامل عمليه، فبشكرهم طبعا. الفتره دي كانت فتره مهمه بالنسبه لي، وبعد كده بشكر شكر خاص للكابتن الخطيب لان هو يعني قبض قبل ما يكون مسؤول، دايما بيتواصل، دايما بيسال على حالتنا، دايما اللعيبه المصابين بيكون معاهم، فبشكره طبعا على الدعم المعنوي الفتره اللي فاتت، كان على طول حريص ان هو يطمن عليا وحريص ان هو يأزرني، وده مش غريب على اسطوره كبيره وانسان قبل ما يكون مسؤول، فدي حاجه طبعا اسعدتني بشكل خاص. بعد كده كابتن سيد كلمني علشان العقد الجديد، و يعني الموضوع ما خدش اي تفكير، يمكن انا محدش يعرف ان انا لما كابتن سيد كلمني هو كابتن سيد كان بعت لي العقد علشان خاطر يعني اوقعه وكده، فحصلت ظروف والدنيا وقفت وحصل شويه تعب وحصل ظروف خاصه لكابتن سيد الفتره دي، فانا جيت للكابتن سيد هو فوجئ يعني عشان نتكلم في التفاصيل وكده، فهو فوجئ ان انا مديه العقد موقع ومامضي، وقلت له يا كابتن يعني الظروف دي تعدي وكده والعقد معاك والامور كلها منتهيه، وبعد كده نبقى لو في اي تفاصيل نتكلم فيها، يعني ده اللي دار بالظبط. وفعلا يعني سلمت العقود للكابتن سيد وكلمنا في الموضوع بعدها بشهرين تقريبا، يعني كنت موقع العقود من شهرين على بياض، العقود مع كابتن سيد من شهرين وسلمتها له، وبعد كده كلمني بقى امير توفيق علشان خاطر التفاصيل الماديه، وابتدى الموضوع بقى مع امير، وامير بعد كده انا كل الموضوع يعني التفاصيل الاجراءات كلها اليومين اللي فاتوا، يعني 48 ساعه اللي فاتوا. يعني قطعت شوط كبير يا كابتن سعد في الاصابه، وان شاء الله باذن الله يعني خلاص فاضل الفتره باذن الله تعدي على خير ونشوفك من تاني، طمني وطمن جمهور النادي الاهلي. الحمد لله الواحد شغال في الاصابه بشكل كويس، بس طبعا الفتره اللي الدنيا كلها وقفت فيها وكان الاجراءات الاحترازيه والحظر، فاضطرينا ان احنا يعني نبقى متواجدين في البيت اكتر الوقت، كان حته ان احنا بالتدريب او التاهيل كان كل الاماكن طبعا مقفوله، الدنيا كانت هديت شويه، ففي فتره كده وقعت مننا، لكن الفتره اللي جايه ابتدينا نشتغل، فتره بعد الدنيا ما رجعت ابتدينا نشتغل وابتدينا نشد حيلنا، في متابعه مع الدكتور اللي اجرى الجراحه عشان خاطر يدينا زي ما بيقولوا التصريح ان احنا نبتدي نشتغل ونخش في المرحله الاخيره من التاهيل، فالحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس، والفتره اللي جايه هنبتدي نتواجد في البرنامج بشكل منتظم عشان خاطر ان شاء الله نرجع. والنقطه الاهم ان انت
في خلال الموسم ده انت مش مضغوط، يعني ما فيش ارتباطات، ما فيش اي حاجه، انت مش موجود في القائمه، فهيبقى كل تركيزك على بدايه فتره الاعداد مع الموسم الجديد مع الفريق ان شاء الله باذن الله. كواحد من نجوم فريق النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي، عوده النشاط ده اكيد يعني حاجه مهمه جدا، وكمان التحديد مواعيد للبطوله الافريقيه وبطوله الدوري العام امر مهم جدا. بتشوف ازاي عوده النشاط وتحديدا كمان يا كابتن سعد البطوله الافريقيه الحلم الكبير جدا لكل جمهور النادي الاهلي؟ هو الموضوع بسيط جدا، انت بتتعامل مع مرض وباء عالمي، سواء منظمة الصحة العالمية أو كل الأطباء المتخصصين قالوا إن الموضوع هياخد وقت شوية والموضوع مطول شوية، فمن هنا جت قرارات الدولة إن أنت لازم تتعامل مع الموقف. فالتعامل هنا إن أنت هتستكمل حياتك بشكل طبيعي، لكن وفقا لإجراءات احترازية هناخدها، وفقا لمعايير طبية هنمشي بيها الفترة اللي جاية، فده على جميع الأنشطة. فطبعا كان في ناس معارضة للعودة ومش العودة، لكن الموضوع بسيط، هو الدنيا كلها ترجع لأن مش هينفع تقف. فطبعا قرار محترم وقرار صحيح جدا. الفتره اللي جايه ان شاء الله انا شايف ان الفرقه ماشيه بشكل كويس في التدريب، وده برضه دليل ان اللعيبه كانت شغاله الفتره اللي فاتت بشكل كويس في البيت وفتره الراحه. فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه نكمل على البرنامج بتاعنا ونكمل ماتشاتنا الوديه، وانا متفائل ان شاء الله الفرقه ترجع بنفس الـ يعني القوه اللي احنا كنا متعودين عليها. طبعا مش هيبقى بنفس المستوى مره واحده، الموضوع هيحتاج ان احنا نرجع تدريجي، لكن ان شاء الله باذن الله هيبقى النادي الاهلي فارق برضه باذن الله. فده اللي بنتمناه ان شاء الله، مع تحديد المواجهات الافريقيه نستعد كويس في الدوري جدا، وان شاء الله يبقى عندنا الغلبه ان شاء الله للفوز ببطوله افريقيا اللي هي حلم كلنا بنحلمه ان شاء الله باذن الله. في ظل الظروف اللي فاتت ويمكن زي ما بنقول مرض كورونا او جائحه كورونا، تم تحديد مباراه واحده، مباراه نصف النهائي تكون مباراه واحده، دي مطلوب تركيز ومطلوب فيها حاجات كتير جدا. بخبرتك كابتن سعد، مطلوب ايه في اللعيبه اللي ما فيهاش تعويض؟ الموضوع محتاج تركيز بشكل كبير جدا. مباراه الوداد مباراه قمه في القوه. انا شايف ان احنا هنشتغل في الدوري الاول، نركز فيه بشكل كويس، هنستعد ليه بشكل كويس، نبتدي نركز في الماتشات، وساعه المواجهات الافريقيه يبقى لها حسابات ثانيه، هيبقى لها تفكير ثاني. يعني احنا متعودين في النادي بناخد الموضوع خطوه بخطوه، فاحنا بنركز في الدوري وعودتنا ان انت ترجع بشكل كويس، تحاول نحافظ على اللعيبه او نقلل كميه الاصابات، لان طبيعي هيبقى في ضغط ماتشات، هيبقى في ضغط على اللعيبه، ممكن يحصل بعض الاصابات. فده اللي احنا بنحاول نخرج من المرحله الاولانيه، ان احنا نبقى سلام، ان احنا نحاول ان احنا زي ما بيقولوا نخرج باكبر المكاسب واقل الخسائر. فده المهم في الفتره الاولانيه. مش طول عليك، لكن اكيد كل جمهور النادي الاهلي منتظر رساله وتحفيز من كابتن سعد سمير الفتره الجايه، زي ما في تحفيز من جمهور النادي الاهلي لكابتن سعد سمير. حابب تقول لكل جمهور النادي الاهلي الفتره الجايه؟ يعني بقول لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، اهم حاجه ان انتم تحافظوا على صحتكم، وان انتم تخلوا بالكم من نفسكم، ونتبع الاجراءات اللي احنا منظمه الصحه يعني بتشيد بيها وتشدد عليها ان احنا نمشي بها الفتره اللي جايه، علشان خاطر اهم حاجه في الدنيا صحتكم، ومفيش اغلى عندنا من جمهور النادي الاهلي. النقطه الثانيه الخاص بينا كلعيبه وكنادي، ان احنا ان شاء الله باذن الله نوعدكم ان احنا نكون عند حسن ظنكم الفتره الجايه، ونعمل اقصى حاجه عشان نسعدكم ونفرحكم، وان شاء الله كل البطولات تبقى موجوده في النادي الاهلي لاعظم جمهور واعظم نادي في الكون ان شاء الله. كابتن، شكرا جزيلا. شكرا لك. كل الشكر والتقدير لكابتننا الكبير كابتن سعد سمير، واحد من نجوم فريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله سمعتوا التصريحات، طمنتوا عليه، ان شاء الله نطمن على كابتن سعد الفتره اللي جايه. وزي ما كابتن سعد قال، ان شاء الله باذن الله كل لعيبه النادي الاهلي المنظومه كلها هدفها واحد، هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي.